في نفس الامر كمان، يمكن النهارده كان في خبر ان الاهلي يقرر ايقاف هنا جوده ومريم الهديبي وحالتهما الى التحقيق. قرر كمان الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ايقاف كل من هنا جوده، مريم الهديبي لاعبتي تنس الطاوله بالنادي، والحاله الى التحقيق بكره. ده عشان ايه؟ عشان قيامهم بالحديث عبر التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق اللي بيتنافى مع سياسه النادي وثوابت النادي الاهلي. ده كان كمان خبر النهارده مهم جدا.